بسم الله الرحمن الرحيم. دبلوم تكاليف الفرقة الأولى، مادة تحليل التكلفة والعائد، دكتور أسامة سرور. كنا ناقشنا مع بعض قبل كده بعض المفاهيم، واتكلمنا عن تحليل التعادل وتحليل تماثل التكلفة، وخدنا عليهم أمثلة عملية. موضوع تاني كنت طلبته منكم اللي هو نظام التكاليف، يعني ايه نظام تكاليف وايه هي اهدافه والعناصر بتاعته، بيتكون من ايه، مجموعة مستندية، مجموعة دفترية، الخ يعني، والاعتبارات اللي احنا بنراعيها في تصميم نظام التكاليف. يعني لو انا عايز اصمم نظام هراعي ايه في النظام دون، طبيعة النشاط، اعتبارات التكلفة والعائد، طبيعة ممكن بيطبق نظام مراحل ولا نظام اوامر، في بعض الاعتبارات كده عايزينها. واخيرا في موضوع تحليل التكلفة والعائد برضو كنت طلبته منكم، هو مفهومه ايه وايه اهدافه، مشكلات تطبيقه، واهم مؤشرات قياس التكلفة والعائد، وامثلة للحالات اللي بيستخدم فيها هذا التحليل. ده كل اللي احنا طالبينه منكم، بالاضافة للجزء اللي خدته مع الدكتورة سحر في الترم الاول، وان شاء الله دعواتي بالتوفيق ان شاء الله باذن الله.